السلام عليكم. اسم عماد العجوري، الاخ الكبير، الاخ الهالك الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النهار، جيال العجوري اللي السن ديالها ما بين 22 سنه 23 سنه. بانني كنشوف بان اختي اول حاجه بانني كتبان لي بهذه القضيه ديال هاد الناس بان اختي ماتت مغدوره، وهذا الشيء كيبان لي انا سور 100%. بدات معاهم في لومواد اكتوبر ولا فان سبتمبر بحال هكا، حتى كيجينا الخبر هاد 3 ايام 4 ايام الاخت ديالي توفات من طرف بانه جوج د الناس كيقراو معاها معاهم لهاد الشيء ديال الفيرما ديال ايت وليل ولا ما عرف سابيل كومون ايت وليل ولا في عين الشقاك. الاخت ديالي تماك وقيلا وقع لها المشكل، جاو هاد الناس هاد الاصدقاء ديالها اللي داوها هما اللي لاحوا الغساني. اول حاجه ما عندهمش الحق، خص تجي لومبيلونس، خص يجي الجوندار يحضر على هاد الحادثه هادي. اول حاجه كنحمل المسؤول العالم لهاد الشيء هذا، علاش يهزها هو يديها يحطها له حتماك بحال ما كاين والو، زعما هاد الدوله هادي ما كاين مخزن ما كاين حتى لعبه، زعما الدنيا هانيه. قوا بانها ثلاثه ضربات، عندها ثلاثه ضربات في الراس هنايا، وعاوتاني ثلاثه ضربات عندها في الراس، وكنشوف بانك ثلاثه ضربات بانها ضربات الغدر 100% ضربات الغدر. ثلاثه ضربات في الراس راه ثلاثه ضربات، هذه ضربات الغدر. اخت ديالي كما كيقولوا هما جهه العجوري بانها كانت في طريق لوتوروت وشي واحد ضرب الحجره، من المستحيل دخل هذه للدماغ. اول حاجه من المستحيل، من المستحيل بان ملوتورو دخلت، زعما ثلاثه الحجرات هذه والثلاثه الضربات، زعما جاو ملوتورو جاو اختي وواخا بيهم هما ثلاثه، يا اختي اللي جاو فيهم هاد ثلاثه الضربات. وبان كنعرف هذا الانسان هذا اللي مقرب الاخت ديالي اللي كيقرا معاها. الاخت ديالي ما عندها لا بيرمي، هادشي كذوب الاخ ديالي، راه ما بغاش تدخل لي الدماغ منين قريت هادشي، كلشي هي كذوب في كذوب في كذوب، هادشي كيبان لي بغاو يدمصوا القضيه. وحنايا غادي نتبعوا القضيه ديالنا حيت كاينه السلطه في هذه البلاد، وغنتبعوا السلطه ديالنا حتى حنايا. حنا بغينا غير حقها، حق هذه البنت، ما طلبنا حتى شي حاجه، ما قلت حتى شي حاجه، بغيت حق هذه البنت هذه. ما عندهاش البيرمي، ما عندها لا بيرمي لا طوموبيل، هادشي منين قريت انا بقيت مبلوكي قبيلات، انا غادي في الكنازه ديالها وكنقرا هاك الشيء، راني راكب معاها في لومبيلونس، ما بغاش تدخل لي للدماغ، ما بغاش تدخل لي للدماغ. علاش هادشي راه ما يمكنش فسرها في دماغك، ما تدخلكش للدماغ بان غاديه في لوترو ثلاثه الضربات جاتها هي، زعما هي زعما هي بارازار الضربه اللي جات في لوترو جا هي. قال بانه هذا الانسان، هذا الانسان اللي مشات مع اختي واللي داها واللي داز عند صاحبه سميتو ومشاو بهم حتى لهاد الفيرما هادي، كنطلب من السلطه بانه خارج، بانه ما كاينش ما تشدوه ما والو، بانه راه هو برا. هادشي راه ماشي معقول، كما نشوف انا اختي راه توفات ونشوف هذا الانسان برا، وما حتى شي واحد ما طبق معاه هذا الشيء. فين بغيتي نوصل انا؟ انا بغيت غير القانون ديالها، بغيت غير القانون يطبق القانون. هذه راه اختي 22 سنه مشاتنا حرام، مشاتنا اباء منثوره على ولد الفشوش. هاد ولاد الشيشي، هاد ولاد الفشوش هادو راه ما تماش شي. وانا بغيت اخويا الحق ديال الاخت ديالي تبان، وبغينا من هاد السلطه وبغيت وكيل الملك يفتح تحقيق في هاد الشيء اللي جازيه بخير، واللي خلي وليداته، ونتمنوا من المسؤولين يحسبوها بنتهم. راه حنا ولاد الناس ولاد عائله، راه كبرنا يتامه وهما رزاونا في هاد البنيته هادي. لا اله الا الله، الله ياخذ الحق، هاد الشيء اللي غنقول الله ياخذ الحق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.